يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي اليك بقيه الله صلوات الله عليك بك صلني عنك لا تقطعني بامك فاطمه اتوسل اليك وهذا هو جهدي جهد العاجز بين يديك كل املي نظره من لطف عينيك ومسحه تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك سلام عليك سلام عليك سلام عليك حتى تنقطع انفاسي وانا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك الحلقة السابعة والثلاثون بعد المئة فاصل وبعده يحل الحديث عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك ولن تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ وعن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس اذا اردت العلم الصحيح فعندنا اهل البيت فانا ورثناه واوتينا شرع الحكمه وفصل الخطاب وعن امام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اخامني الله وانا الحجه بن الحسن صحائف العقيده السليمه لا زلنا في اجواء الصحيفه الخامسه والتي عنوانها شؤون عقيده التوحيد وهذا هو الجزء السادس من اجزاء الصحيفه الخامسه تم الحديث في الشان الاول والعنوان التاسيس ثم انتقلت بكم الى الشان الثاني اركان عقيده التوحيد انني اتحدث عن عقيدتي انا انا الانسان انا الشيعي اركان عقيده التوحيد وهذا هو الجزء الخامس بشكل سريع اعرض لكم الاركان الاربعه لعقيدتنا التوحيديه الركن الاول التوحيد في افق ما قبل الحقيقه المحمديه ما فوق الحقيقه المحمديه حيث كان الله ولم يكن معه شيء وتقدم الحديث في هذا الركن من اركان عقيدتنا التوحيديه الركن الثاني والذي سيبدا الكلام فيه في هذه الحلقه لا ادري هل ساستطيع ان اكمل الحديث في هذه الحلقه او انني بحاجه الى اكثر من حلقه الركن الثاني التوحيد في افق الحقيقه المحمديه بعد ان تخلق وتكون ولا يكون شيء معها من سائر الخلقيات التي تتجلى من انوارها من اسمائها الحسنى الركن الثالث من اركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في افق عقيدتنا بائمتنا وسادتنا محمد وعلي وفاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم صلوات الله عليه الافق الرابع الركن الرابع من اركان عقيدتنا التوحيديه التطبيق النظري والعملي لعقيدتنا التوحيديه في اركانها الثلاثه المتقدمه في واقع حياتنا على مستوى عقولنا وقلوبنا على مستوى افعالنا واقوالنا الى سائر شؤوننا المختلفه في حياتنا الدينيه وحياتنا الدنيويه. هذه هي اركان عقيدتنا التوحيدية، قطعا انني اتحدث عن عقيده التوحيد في مرحله التأويل. عقيده التوحيد في مرحله التنزيل لم تشتمل الا على الركن الاول انه التوحيد في افق ما قبل الحقيقه المحمديه مر الكلام في هذا لا اعيد ما تقدم من حديث احاول ان انتفع من الوقت بقدر ما استطيع خلاصه ما ذكرته لكم في الركن الاول من اركان عقيدتنا التوحيديه وفقا لما جاء في كلامهم في خطبهم في احاديثهم صلوات الله عليهم في كل ما بينوه لنا في هذا الشان وقلت لكم من اننا في هذا المستوى مداركنا محدوده لا نستطيع ان نصف الله بحسبنا وانما نصفه كما يصفه المعصوم وبينت لكم من ان كل ما ورد عنهم يوصلنا الى الحيره المعرفيه الى الحيره العلميه وهي غير حيره الجهاله وهي غير حيره الضلاله وقد سلطت الضوء على جانب مما جاء في المناجيات التي بين أيدينا وقفت بعض الشيء عند مناجات العارفين المروية عن إمامنا السجاد ووقفت بعض الشيء عند المناجات الشعبانية المروية عنهم جميعا صلوات الله عليهم ووقفت بعض الشيء عند دعاء يوم عرفه الذي جاءنا مرويا عن سيد الشهداء عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقفت عند هذه الكنوز المعرفيه وعند هذه المناجم التي تفوح معرفة وعقيدة وطهرا تقودنا إلى أفنية النور في معرفة الله سبحانه وتعالى مر كل هذا الكلام في حلقاتنا المتقدمه حتى وصلت بكم الى الركن الثاني من اركان عقيدتنا التوحيديه انه التوحيد في مستوى في افق الحقيقه المحمديه هناك من يطرح سؤالا او ربما يثير اشكالا حينما استعمل هذا المصطلح اي مصطلح انه مصطلح الحقيقه المحمديه ما هو هذا السؤال ما هو هذا الاشكال فانه يقول هذا المصطلح من مصطلحات ابن عربي الصوفي ابن عربي الاندلسي انه الصوفي المعروف والذي يتخذه عرفاء الشيعه اماما في عرفانهم وفي عقيدتهم اجيب على هذا الاشكال هذا التساؤل اولا بامكاني ان استعمل مصطلحات أخرى الصادر الاول المخلوق الاول النور الاول الكلمة الأولى الروح الأولى هناك مجموعة من العناوين ومن المصطلحات وردت في رواياتهم واحاديثهم الشريفه لكنني استعمل هذا المصطلح لوضوحه فهو مصطلح واضح ومباشر ومباشر جدا وهذا المصطلح صحيح من انه يتحدث عن اعمق المعاني لكن السامع حين يصل هذا المصطلح الى مسامعه ينطبع معنى اجمالي صحيح في ذهنه وهذا هو الذي نقصده في التعليم الصحيح في التبليغ الصحيح في الاعلام الصحيح فانا في مقامي عرض العقائد وعرض المعارف علي ان اختار المصطلحات الواضحة. والواضحة ولو بقدر اجمالي عند الجميع. فحينما اريد ان اضع العقائد بين ايديكم لابد ان استعمل المصطلحات الواضحة البينة واتجنب ما لا يكون واضحا ولا تكون المعاني بسببه ليست جليه لهذا السبب انني استعمل هذا المصطلح صحيح ان ابن عربي استعمل هذا المصطلح في كتبه ولربما شاع هذا المصطلح بسبب عرفاء الشيعه الذين تاثروا بكتب وبفكر وبتصوف ابن عربي، هذه قضيه حقيقيه ابن عربي الصوفي استعمل هذا المصطلح بوضوح وبكثره في كتبه. وشاع في اوساطنا بسبب تاثر عرفاء الشيعه بفكر هذا الصوفي وشاع هذا المصطلح وانتشر هذا العنوان في وسطنا من هذه الجهه اذا كان المصطلح واضحا وكان المصطلح صريحا الفاظه جميله دلالته جميله وواضحه فليس هناك من ضير من استعمال هذا المصطلح وهو يرتبط بحقيقه محمد وال محمد فابن عربي لا يملك محمدا وال محمد وما هو بالمتفرد بملكيه معارف الدين حتى يكون هذا المصطلح مصطلحا خاصا به وحتى لو كان كذلك فنحن في مقام العلم والتعليم والتبليغ والاعلام والصدع بالحق نحن بحاجه الى المصطلحات والى العناوين التي تكون واضحه قد يقول قائل من ان استعمال مصطلحات المخالفين بشكل عام لا اتحدث عن مخالفي سقيفة بني ساعده عن المخالفين بشكل عام وخصوصا في المعارف الدينيه وبشكل خاص في العقائد وبشكل اخص فيما يرتبط بعقيدتنا بمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اقول هذا الكلام صحيح وصحيح جدا ولكن اذا كان لتلك المصطلحات من اسقاطات سيئه من اسقاطات منافره لثقافتنا وعقيدتنا ما نحن نستعمل المصطلحات من كل العلوم من الفلسفه من العرفان من التصوف من علم المنطق من علم الكلام من علم الرياضيات من علم الفيزياء من علم الالكترونيك من ومن ومن المصطلحات هي عناوين موجزه اذا كانت مفهومه بشكل واسع عند جميع المتلقين او عند اكثرهم فهذا سيساعد في ايصال المعلومه الصحيحه بسهوله ويسر قطعا هذا الكلام كله اذا كان هذا المصطلح فعلا هو من المصطلحات الخاصه بابن عربي هذا اولا وثانيا هذا المصطلح في بنيته اللفظيه مصطلح جميل الحقيقه المحمديه فكل شيء له حقيقه والمحمديه هي حقيقه والمحمديه منسوبه الى محمد صلى الله عليه واله البنيه اللفظيه جميله وجميله جدا حقيقه ومحمديه واما الدلاله فاننا قطعا نستعمل هذا المصطلح في المضمون الذي ناخذه من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم لا شان لي بما يفهمه ابن عربي لا شان لي بما يفهمه المتصوفه من هذا المصطلح ولا شان لي بمقاصدهم حينما يطلقون هذا المصطلح وكذلك بالنسبه لعرفاء الشيعه او لغيرهم من فلاسفه وعلماء الشيعه لا شان لي بهم اذا ما استعملوا هذا المصطلح ولا شان لي بما يفهمونه وبما يقصدونه حينما يستعملون هذا المصطلح هذا مصطلح جميل في تكوينه اللفظي واما في التكوين المعنوي فاننا ناخذ المعنى من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم ومع كل ذلك فإن ثقافة العترة الطاهرة علمتنا من أنه ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي هذه ثقافة العترة وهذه أحاديثهم وحينما يتحدثون عن اي حق في ايدي الناس لا يتحدثون عن الحق الذي انتشر بين الناس منذ زمان علي والى يومنا هذا انهم يتحدثون عن كل حق في ايدي الناس منذ زمان ابينا ادم وإلى يوم القيامة فإنه ما من نبي نبئ إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده الأئمة من بعده أولهم فاطمة وآخرهم القائم فما من نبي نبئ الا وقد نبئ بنبوتي وامامتي وولايه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فكل خير عندهم وكل حق عندهم من هذه البوابه العظيمه فمحمد مدينه العلم وعلي بابها ومحمد مدينه الحكمه وعلي بابها والحق مع علي يدور معه حيثما دار فما من حق في ايدي الناس الا وقد خرج من علي وفي احاديثنا ايضا في ثقافه العتره الطاهره ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت من بيت محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم ما من حق ما من خير ما من هدى ما من علم صحيح ما من معرفة واضحه بينه جليه الا وقد خرجت من هذا البيت فليشرق الناس وليغرب وليشرق ابن عربي وليغرب فان العلم وان الحق لا يؤتى الا من ها هنا من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم وحينما اطلق هذا المصطلح الحقيقه المحمديه فهذا كله حق وكله خير حتى لو ان الناس اخذته من ابن عربي وانتشر بيننا وفقا لهذه الفرضيه فان الفضل في هذا الحق يعود لعلي وال علي ما هي ثقافه العتره هكذا تقول وهذا موضوع بحاجه الى تفصيل ومع كل هذا فإنني لا أخذت المصطلح لا من ابن عربي ولا من عرفاء الشيعة ولا من كل هؤلاء هذا المصطلح إنني جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجرة في العصر الجاهلي متى توفي ابن عربي ابن عربي بحسب ما نعرف توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة هذا هو المعروف عن تأريخ ابن عربي الصوفي توفي سنة ستميه وثمانيه وثلاثين للهجره المصطلح هذا جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجره وقبل البعثه ايضا النبي كان موجودا حينما تحدث المتحدث الذي اخذت منه هذا العنوان النبي كان موجودا وكان ذلك قبل بعثة النبي بأكثر من عشر سنوات بأكثر من عشر سنوات تحدث المتحدث الذي استقيت منه هذا المصطلح قبل بعثه النبي بل تحدث هذا المتحدث قبل ولاده امير المؤمنين كل ذلك كان في العصر الجاهلي من هناك جئتكم بهذا المصطلح وبهذا العنوان من هو هذا المتحدث الذي استقيت منه هذا العنوان ولربما ابن عربي استقى هذا العنوان في كتبه من لا شان لي بابن عربي ولكنني استقيت العنوان من والد امير المؤمنين من ابي طالب صلوات الله عليه انه اخر اوصياء ابراهيم الخليل وثقافتنا التي هي ثقافة العترة الطاهرة تحدثنا من ان جميع اوصياء ابراهيم انبياء فابو طالب نبي صلوات الله عليه لا تعبأ بما يقوله النواصب لا تعبأ بما يقولون هم يتحدثون عن كفر ابي طالب ومن انه مات كافرا لماذا تعبؤون بهم؟ وتقولون ماذا سيقولون عنا؟ فليذهبوا هم وما يقولون الى الجحيم لا سرابيت مثل مراجع النجف لا تصيرون طائحتكم مثل مراجع النجف حينما يريدون أن يقولوا شيئا يحسبون للنواصب ألف حساب لا يصيرون سرابيت مثلهم نواصب سقيفة بني ساعدة أحرار فيما يعتقدون وأحرار فيما يقولون وسيسألون عن عقائدهم وعن أقوالهم ونحن أحرار فيما نعتقد وفيما نقول وسنسأل أيضا عن عقائدنا وأقوالنا هذه عقيدة ليست فيها مجاملة يضحكون علينا نحن نضحك عليهم أيضا لماذا نعبأ بهم هل يعبؤون بنا هم لا تصيرون سرابيت مثل مراجع النجف مراجع النجف سرابيت مراجع النجف طايح عظم حينما يحسبون للنواصب الف حساب في كل كلمه يقولونها ما هو هذا الذي جرهم الى الضلال والى الابتعاد عن منهج العترة الطاهره ما هو هذا الذي جعلهم ينقضون بيعه الغدير ويضللون اجدادنا واباءنا وضللونا ايضا قذرونا بقذاراتهم لا تجعلوا من مراجع النجف اسوة لكم. هؤلاء اسوة طالحة، اسوة ضالة. هذه عقيدة لا مجاملة فيها. فهذا العنوان استقيته من ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. انه اخر أوصياء جده ابراهيم وهو نبي من الأنبياء بحسب الظاهر لم تنتهي حجيته بحسب الظاهر حين اقول بحسب الظاهر لا اتحدث عن ظاهر افهمه انا وانما بحسب ظواهر الأمور التي تجري في انظمه الديانات بين الناس بحسب الظاهر فان حجيته كانت ثابته وموجوده لكنها انطوت في حجيه محمد صلى الله عليه واله بعد بعثته وانطوت في حجيه علي ولده بعد ان نصب النبي عليا وزيرا واماما من بعده حينما جمع بني هاشم بعد ان جاء القران يامر بانذار عشيرته الاقربين الوقائع التي حدثت في بدايات بعثه نبينا صلى الله عليه واله والا فكل الانبياء طرا هم محجوجون بنبوة نبينا ظاهرا وباطنا لكنني اشرت الى حجية نبوته بحسب ظواهر تنظيم امور الاديان بين الخلق والا فكل الانبياء هم شيعة لمحمد صلى الله عليه واله ولا تعلو حجيه لهم في اي حال من الاحوال على حجيه محمد صلى الله عليه واله ولا تعلو لهم حجيه على حجيه علي والائمه المعصومين من فاطمه الى القائم المهدي هذا موضوع خارج عن بحثنا لكنني اشرت اليه لان الكلام اخذني الى فناء ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي نقل لنا كلام ابي طالب اتعلمون من محمد المصطفى فانا اخذت هذا المصطلح من شفاه محمد المصطفى وهو يحدثنا عن عمه ابي طالب من هنا جئتكم بهذا المصطلح انا لست كعرفاء الشيعه يذهبون الى مزبله ابن عربي وياتونكم بكل قذاره ولست كمراجعي حوزة الطوسي يذهبون إلى مزبلة سقيفة بني ساعده ويأتونكم بكل قذارة أنا آتيكم باللبن من ضرع أمه قطعا بقدر ما استطيع آتيكم باللبن من ضرع أمه الرواية مفصلة ومفصلة جدا نقلها لنا جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه واله عن ابي طالب صلوات الله عليه والد امير المؤمنين وكان هذا الكلام الذي تكلم به ابو طالب كما قلت لكم قبل الهجره بل قبل البعثه بل قبل ولاده امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الروايه نقلها بتفاصيلها الفتال النيسابوري في كتابه روضه الواعظين الفتال النيسابوري قتل سنه خمسميه وثمانيه قتله حاكم نيسابور والروايه نقلها الشيخ المجلسي في الجزء الخامس والثلاثين من بحار الانوار والطبعه هذه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان الروايه طويله الروايه تبدا في الصفحه العاشره من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الانوار وتستمر هذه الروايه الطويله الى الصفحه السادسه بعد العاشره من صفحه عشره الى صفحه سته عشر روايه طويله مفصله اذهب الى موطن الحاجه صفحة 12 في الصفحة الثانية بعد العاشرة رسول الله يحدث جابرا الانصاري عن تفاصيل ووقائع إلى أن دعا أبو طالب بهذا الدعاء فقال هذا الكلام من شفاه رسول الله يحدثنا عن عمه ابي طالب هكذا دعا ابو طالب بهذه الكلمات: الهي وسيدي اسالك بالمحمدية المحموده وبالعلوية العاليه وبالفاطميه البيضاء ائمة الائمه ما انا قلت لكم حين حدثتكم عن امامه فاطمه قلت لكم كل ثقافتنا كل معطياتنا كل معارفنا كل ما عندنا في القران وفي حديثهم يتحدث عن هذه الحقيقه عن ائمه الائمه محمد علي فاطمه هذا دعاء ابي طالب في العصر الجاهلي قبل الهجره قبل البعثه قبل ولاده امير المؤمنين هذه الحقيقه تتجلى اذا ما رجعتم الى الروايه وقراتم تفاصيلها ستعرفون من ان ابا طالب دعا بهذه الكلمات قبل الهجره بل قبل البعثه وقبل ولاده الامير الهي وسيدي اسالك بالمحمديه المحموده وبالعلويه العاليه وبالفاطميه البيضاء هذه هي عناوين الحقيقة المحمدية، والحقيقة العلوية، والحقيقة الفاطمية، قلت لكم: إنني آتيكم باللبن من ضرع أمة. أنا لست صافيا ومصفا، وأقول هذا بكل تأكيد، فقذارات مراجع النجف تعشعش في راسي وقلبي فأنا واحد منكم أنا ابن هذه الثقافة القذرة بقذارات حوزة النجف أنا لست صافيا ولست مصفا أقول هذا بكل تأكيد وأقول هذا لا تواضعا وأقول هذا لا لتسويق اعلامي معين انها الحقيقه التي انطق بها لكنني احاول ان اضع بين ايديكم الحقائق الصافيه المصفاه وهذا جزء منها فها هو أبو طالب يحدثنا عن الحقيقة المحمدية وعن الحقيقة العلوية وعن الحقيقة الفاطمية إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية هذا كله قبل ولادة الأمير وقبل ولادة فاطمة وقبل الهجرة وقبل البعثة إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة وتهامة هي الحجاز إلا تفضلت على تهامة قطعا لا تطلق على الحجاز كله انها مكه وما حواليها بالنتيجه تهامه عنوان من عناوين الحجاز الا تفضلت على تهامه بالرافه والرحمه رسول الله يقول صلى الله عليه واله يقسم رسول الله فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد كانت العرب قبل البعثة وقبل الهجرة بعد أن نطقت شفاه أبي طالب بهذه الكلمات بمسمع من قريش وبمسمع من العرب النبي الاعظم يقول: فوالذي فلق الحبه وبرأ النسمه، لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهليه وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها. حقيقتها هي هذه الحقيقه المحمديه. الحقيقه العلويه الحقيقه الفاطميه فوالذي فلق الحبه وبرا النسمه لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهليه وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها لماذا كانت العرب تفعل هذا لأن بلاء حل في تهامه وما رفع هذا البلاء إلا بدعاء أبي طالب بهذه الكلمات فلما رأت الناس أن البلاء دفع عنها بكلمات أبي طالب هذه كتبوها وراحوا يرددونها عند شدائدهم وان كانوا لا يعرفون حقيقتها. تفاصيل هذه الواقعه ذكرت في هذه الروايه الطويله لا اجد وقتا كي احدثكم عنها او ان اقرا الروايه انما ذكرت ما ذكرت كي تعرفوا من اين جئت بهذا المصطلح من اين جئت بهذا العنوان حين استعمله هل جئت به من ابن عربي ام انني جئت به من العيون الصافيه ابن عربي اخذه سرقه من العيون الصافيه من جاء بالقول البليغ فناخل عنكم مثلما نقلت عنهم وإلا فهو منهم سارق فابن عربي هو الذي سرق سرق منا من عيوننا الصافية جئتكم به من العيون الصافية المصفات نذهب الى فاصل يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأسباب يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، سبحانك يا الغاث الغاث. يا من هو رب كل شيء، يا من هو. يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا الله يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم الغى خلصنا من النار قبل ان اقرا الحديث الذي ذكرت لكم في الحلقه الماضيه من انني ساعرضه بين ايديكم قبل ان اقرا هذا الحديث الشريف المهم خلاصه لمضمون التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية. كان الله ولم يكن معه شيء. مر الحديث في هذا الركن، وهو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. كان الله ولم يكن معه شيء اول ما خلق الله خلق المشيئه بنفسها والمشيئه عنوان للحقيقه المحمديه لاننا اذا اردنا ان نجمع بين كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع من ايات القران بحسب تفسيرهم كما بايعنا بيعه الغدير ومن احاديثهم وهي كثيره وكثيره جدا في هذا الموضوع ومن خطبهم ومن زياراتهم ومن ادعيتهم عندنا كم من هائل من النصوص والحقائق والمعطيات في هذا الموضوع لكن اغبياء النجف تركوا كل هذا لماذا اقتداء بدين سقيفه بني ساعده والتزاما بعلم كلامهم، وتمسكا بقواعد العقائد عندهم، وتركوا كل هذه الحقائق، وحبسوا انفسهم في مرحله التنزيل التي نسخت، 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 لهذا السبب توقفت عقولهم ولهذا السبب لم يوفقوا مطلقا وما نالوا شيئا من نور بصيرة يهتدون بها ظلوا يترددون في حيرتهم فجاءونا بدين مرقع انتم تلاحظون ما عرضته لكم من بدايه هذا البرنامج تلاحظون انني اتحدث عن لوحه واحده عن منظومه عقائديه متماسكه كل اجزائها ترتبط ببعضها رباطا وثيقا منذ اول حرف الى هذه اللحظه وسيبقى هذا الحال مستمرا بنفس هذه الطريقه الى ان ينتهي البرنامج مرادي الى ان تنتهي مجموعه الحلقات هذه التي عنوانها مجموعه حلقات اعرف امامك لاحظتم ان نظاما متسقا ومستوسقا ومتناسقا ومتكاملا في كل الذي طرح في هذه الحلقات عودوا الى ما كتبه مراجع النجف في العقائد انها مرقعات مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبيه العراقيه جودليه وبيت خياطه من كل زيج رقعه بالضبط دينكم وعقيدتكم التي اخذتموها من مراجع النجف من حوزه الطوسي من كل زيج رقعه مجموعه من الرقع اعود الى ما اريد ان اتحدث عن مشكله النجف مشكله كبيره لا استطيع ان اغطيها بدقائق هذه طامه كبيره قادت اسلافنا الى الضلال ولا زالت تقود الاجيال المعاصره وحتى الاجيال القادمه فانهم يقودون هذه الاجيال الى الضلال مثلما قال امامنا الصادق بالضبط فضلوا واضلوه هؤلاء المراجع ضلوا واضلوا الشيعه فضلوا واضلوهم كما في روايه التقليدي الموجوده في تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على اي حال كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمه انها المشيئه التي خلقها بنفسها انها النور الاول انها الصادر الاول انها الخلق الاول انها المخلوق الاول انها الروح الاولى انها العرش الاول انها اللوح الاول انها القلم الاول انها النون الاولى مصطلحات وعناوين كثيرة يمكننا أن نتلمسها في أحاديثهم الشريفة لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه العناوين وعند هذه المصطلحات إلا أننا سنستعمل العنوان الذي وردنا على شفاه محمد صلى الله عليه واله من عمه ابي طالب انها الحقيقه المحمديه الحقيقه المحمديه لها وجه من حيث الله هذا هو الذي استقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره الاسم الأعظم, الاعظم 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 الاعز الاجل الاكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى واستقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره هذا هو الوجه الذي استقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره ونحن لا نملك اشاره ولا عنوانا ولا لفظا يشير الى هذا قد يقول قائل فكيف نملك عنوانا ولفظا واشاره تشير الى الله ولا نملك عنوانا ولفظا واشاره تشير الى وجه الحقيقه المحمديه الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه الى غيره كيف يكون ذلك سياتي الكلام فاننا ايضا في المقام الاتم للتوحيد حينما يكتمل الحديث في اركان التوحيد الاربعه سنصل الى هذه النقطه من اننا لا نملك لفظا ولا صوتا ولا اشاره تشير اليه سبحانه وتعالى ما هذا الكلام سياتي لكن صوره لن تكتمل ما لم اضع النقاط على الحروف وبالتدريج انني احدثكم عن شيء ما سمعتم به سابقا لكنه ليس من صنعي هذه حقيقه التوحيد في دين محمد وال محمد لانكم لستم على دين محمد وال محمد انتم على دين مراجع النجف وهم كذبا وزورا يدعون انهم على دين محمد وال محمد انهم على دين سقيفه وال سقيفه انهم على دين سيد قطب وال سيد قطب انهم على دين الطبري وال الطبري إنهم على دين الفخر الرازي وآل الفخر الرازي إنهم على دين المعتزلة وآل المعتزلة إنهم على دين ابن عربي وآل ابن عربي إنهم على دين الأشاعرة وآل الأشاعرة إنهم على دين الشافعي وآل الشافعي هؤلاء أئمتكم من هنا جاءوكم بدينكم لذا تجدون هذا الكلام غريبا هذا الكلام غريب لانكم غرباء عن دين محمد وال محمد وسيعود الاسلام غريبا يا كامل يا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب فطوبى للغرباء الامام الباقر يقول لكامل التمار يا كامل يا كامل المؤمن غريب فطوبى للغرباء الناس من حوله بهائم هكذا يقول الائمه الناس بهائم والمؤمن غريب غريب الناس بهائم ربما افضل شيء اسوقه لتوضيح كلمه الصادق من ان الناس بهائم من حول المؤمن والمؤمن غريب ما يقوله مراجعنا الكرام اتحفونا اتحفونا من رحمه على والديكم اتحفونا واريحونا بالوثيقه الديخيه ما رد اجيب الاسماء واحد قال لي أدري على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي قال توصل واطمئن تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنوات قال لي مش داعي أقول له تركب أه. يعني يا اخوان مشيني نقول اخوان امين جي مين جي نقول اخخرت بس دوم طقش يخت على بيش اوش ونز امرت قلنا على ثقة وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرضنا قال تركب مثل ما طبنا وضاير مش لا مو علم اجماليه هذا واقع واقع <applause> الشيعة لا ابو الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة. وحق قران محمد هذا. مراجعكم في النجف الذين تقلدونهم يصفونكم بالبهائم حينما يجلسون في مجالسهم الخاصه ويتحدثون، هم واولادهم واصهارهم وحق قران محمد هذا. لست مجبرا ان اقسم بالقران امامكم لكن الحقيقه هي هذه هذا هو حالكم ولذا تستغربون عقائد محمد وال محمد هذه هي عقائد محمد وال محمد التي احدثكم عنها والتي يجب عليكم ان تتاكدوا من صحتها انا لا اطلب منكم ان تتبعوني فانا في غنى عنكم لست محتاجا لكم ولا اطلب منكم ان تصدقوني انا في مقام اداء وظيفتي الشرعيه صدقوني هذه الحقيقه انا ادركتها منذ ان كنت في العشرين حين بلغت الى العشرين من عمري كنت قد نضجت علميا وهذا الامر يعرفه الذين عشت معهم هذا الامر معروف عني في اجواء الحوزه القميه انني نضجت علميا في العشرين وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع ما نحن بشيعة ما نحن بشيعة وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع من أن الدين الذي بين أيدينا ما هو بدين محمد وآل محمد ومن أننا لازلنا في مرحلة التنزيل وما انتقلنا إلى مرحلة التأويل الحكاية طويلة أنا لست محتاجا لكم هذه القضية واضحة عندي قبل أربعين سنة أكثر من أربعين سنة وظيفتي الشرعية تلزمني ان اضع الحقائق بين ايديكم ولا اعبا بالنتيجه التي تترتب على ذلك ولا اعبا بموقفكم كيف سيكون تلك مشكلتكم تاكدوا من هذه الحقائق واعرفوا ان الدين الذي انتم عليه ما هو بدين محمد وال محمد بقايا من مرحلة التنزيل التي نسخت وشيء جاءوا به من مزابل نواصب السقيفة على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم وبعد ذلك أضافوا إلى كل ذلك ما خرجت به عقولهم السفيهة لو كانت عقولهم حكيمة هل ذهبوا إلى مزابل النواصب السقيفة عقول سفيهة فأنتجت ما أنتجت ثم دلسوا ذلك بصبغة جاءوا بها من حديث العترة وثقافة العترة الطاهرة ولقد اختاروا ما هو الأقرب إلى النواصب هم مشغولون دائما حتى حينما يصلون الى امر صحيح ماذا سيقولون عنا؟ السنه ماذا سيقولون؟ ما علاقتنا بالسنه؟ السنه هل يعبؤون بنا؟ السنه احرار في عقائدهم ونحن احرار في عقائدنا فلذا اقول لكم أخاطب أبنائي وبناتي من أشياع الحجة ابن الحسن لا تصيرون سرابيت مثل مراجع النجف ولا تصيرون طايحين حظ مثل مراجع النجف انتبهوا إلى دينكم لا شأن لكم بنواصب السقيفة نحن في طريق وهم في طريق هم أحرار فيما يعتقدون ولا نتدخل في شؤونهم ونحن أحرار فيما نعتقد ولا نريد لاحد ان يتدخل في شؤوننا. اعود الى كلامي فيما يرتبط في نشأة الحقيقه المحمديه فلها وجه انه الوجه المصون إنه السر الإلهي المحمدي المخزون لها وجه مستقر في ظله سبحانه وتعالى حيث لا يخرج إلى غيره ولها وجه ظاهر مشرق أشرق بصفحة الوجود وما عليها فهذا الوجود صفحة أشرقت من ظاهر الحقيقة المحمدية وبعد ذلك رسمت الأسماء الحسنى التي هي من مجال ومظاهر الحقيقة المحمدية رسمت ما رسمت على صفحة الوجود ابتداء من أعلى ما في الملأ الأعلى وانتهاء إلى أسفل مراتب الخلقيات إنها سورة القلم بعد البسملة في الآية الأولى من سورة القلم أتعلمون أن القلم هو اسم من أسماء علي في ثقافة العترة الطاهرة القلم علي هذه السورة سورة علي سورة القلم سورة علي نون والقلم وما يسطرون نون في ثقافة العترة محمد صلى الله عليه وآله هذا ما هو بشيء من عندي هذا تأويلهم هذا تفسيرهم نون هي الحقيقة المحمدية فنون في لغة العرب هي المحبرة هي دوات الحبر وفي الحبر هذا الذي هو في المحبره كل الذي سيسطره القلم على صفحه الوجود على صفحه هذا الكتاب هناك كتاب افاقي كتاب تكويني مثل ما عندنا كتاب تدويني هذا كتاب تدويني هو المصحف مر علينا في سوره الزخرف فماذا قرانا في سوره الزخرف في الايات الاولى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون حينما يسطر على الورق يتكون عندنا مصحف يتكون عندنا كتاب تدويني لكنه في الحقيقه هو انعكاس لكتاب تكويني في اعلى الرتب وانه في ام الكتاب ذلك هو الكتاب التكويني الاصل وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. نون والقلم وما يسطرون. القلم عنوان لعلي في تاويلهم. هذه روايات واحاديث من احاديثهم. اذا كنتم تستغربون هذه الثقافه المشكله فيكم. واساس المشكله اولئك الغبران في النجف انهم اصحاب العمائم الابليسيه القذره انهم اصحاب العمائم العباسيه الناصبيه انهم اصحاب العقول المعتزليه انهم اولئك الذين نقضوا بيعه الغدير المحمديه مشكلتكم من هنا بدات حاولوا أن تطهروا عقولكم وقلوبكم من قذارات أولئك الفاشلين من قذارات أولئك الخائبين من قذارات أولئك الخائنين الذين خانوا العهود ونقضوا المواثيق مع محمد وآل محمد هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات هذا الحديث ما هو بحديث سياسي ولا هو بحديث اعلامي للتطبيل وللتسويق هذا حديث العقيده هذا حديث الدين هذا حديث البيعه الغديريه المحمديه هذا حديث العهد والميثاق مع الحجه ابن الحسن هذا منطق الحقيقه والصواب هذه الهدايه في اجمل صورها وفي اكمل مراتبها هذا قرانهم بتفسيرهم وهذا حديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. نون عنوان للحقيقه المحمديه حيث كل الفيض الحبر الامثله حسيه وماذا سيصنع القران لنا نحن بحاجه الى امثله حسيه توضع في قوالب لغويه انا جعلناه قرانا عربيا وضعت تلك الامثله الحسيه في قوالب عربيه لماذا لعلكم تعقلون والا فان الحقيقه ليست كذلك وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم مر علينا في دعاء ابي طالب صلوات الله عليه سال الله بالمحمديه المحموده وبماذا وبالعلويه العاليه في ام الكتاب هناك في اعلى العلو في أم الكتاب لعلي حكيم، تلك هي العلوية العالية. نون والقلم وما يسطرون فنون عنوان للحقيقة المحمدية التي فيها كل المدد كل المدد الذي مد به هذا الوجود من فيض انه المداد المحمدي الخالص الصافي حيث يفيض هذا المداد عبر بوابته فالقلم بوابه المحبره مثلما علي باب لمدينة العلم المحمدي ألا تلاحظون أن الرموز والإشارات والعناوين تتعانق تعانقا واضحا على لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على هذا المنهج القذر الذي باعد فيما بيننا وبين ثقافتنا القرآنية الأصيلة، فجاؤونا بتفاسير النواصب وجاؤونا بثقافة النواصب وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أجد وقتا كي أتعمق كثيراً في دلالة هذه الآيات إنما جئت بها مثالاً تقريبياً نذهب إلى فاصل. يا من في السماء عظمتُه يا من في الأرض آياتُه يا من في كل شيء دلائلُه يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدا الخلق ثم يعيد يا من اليه يرجع الامر كله يا من اظهر في كل شيء لطفه يا من احسن كل شيء خلقه سر نفین خلاق قدرت سبحان الحقيقه المحمديه وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه الى غيره ووجه شعت منه الاسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطروا وما كتبوا وما رسموا حين نتحدث عن التوحيد في افق الحقيقه المحمديه نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد ان خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الاشياء منها ولا بد ان نعرف من ان الحقيقه المحمديه من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفرا لانها اساسا لم تكن موجوده لانها اساسا كانت صفرا وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمه بعد ذلك وجدت هذه المقامات لابد ان تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم في ما تقدم في الحلقات الماضيه من ان قاعدتين لابد ان ننظر اليهما دائما ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعده الاولى والقاعده الثانيه حفظ المقامات فلا بد ان تحفظ المقامات والا فاننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلاه الى ما قادهم من السبئيه والخطابيه والبيانيه والنصيريه الى 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 هذه عمليه الخبط والخلط بسبب الجهل المشكله الاولى والاخيره في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس الى جهال فان الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون ائمه لهم ويعبثون بهم شر عبث هذا هو الذي فعله الغلاه باتباعهم على مر التاريخ والى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وال محمد ربما يعرفون اشياء اخرى يفقهون دين سقيفه بني ساعده لكنهم لا يفقهون دين محمد وال محمد ومن هنا اوقعونا في الضلاله والمتاهه والى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات امير المؤمنين في خطبه واحاديثه تخبر الشيعه في زمان الغيبه من ان تيههم سيكون اضعاف اضعاف تيه بني اسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبه الكبرى والى يومنا هذا ياتينا مرجع فيعبث بنا الى ان يموت وتتخلص الشيعه منه ياتينا مرجع اخر كي يعبث بنا مره اخرى ومن عبث الى عبث ومن ضلاله الى ضلاله والامر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبه المرجعيه كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقه الديخيه تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم فلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريحوا على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مسرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمه نضرب بها على الارض فرحا هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون اغطيه من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثلما يقول بائع الرقي بشرط السكين هذا بشرط السكين على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظه واحده وبعد ذلك اقرا الحديث بين ايديكم مثلما الحقيقه المحمديه تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه اوجدها اوجدها باعظم عظمته واحبها احبها الى الحد الذي استقر وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه الى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغويه فقط اما اغوارها الحقيقيه بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي 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 هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرانه في سوره النور مثل المشكاه ومثل المصباح والشجره الزيتونه التي هي لا شرقيه ولا غربيه ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضيء 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 يضي ولو لم تمسسه نار الامثله الحسيه تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرانه هذه ما هي بروايه حتى تجد طريقا الى تكذيبها يكاد زيتها يضيء يضيء تلك الشجره وتلك المشكاة وذلك المصباح وتلك الحقيقة التي هي نور على نور يكاد زيتها يضيء يكاد من افعال المقاربة فإن الآية هكذا تريد أن تقول لنا إن الحقيقة المحمديه لعلو شانها ولعظمتها ولانها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولان القدره الالهيه بتمامها تجلت فيها فكانها توجد بنفسها تكاد ان توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها انها امثله حسيه تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار انها نار القدره الالهيه ونار الجبروت الالهي فهذا الزيت يكاد ان يضيء من عند نفسه لماذا لعظمه هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر ان يشرق نورا فلأن الله أودع كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكروا فعل المقاربة يكاد يكاد يعني أن ذلك ليس موجودا في الواقع ولكن هذه التعابير تريد أن تشعرنا بعظمتي وعلوي وجلالي وسبحانيتي هذه الحقيقة المقدسة إنها الحقيقة المحمدية العظمى فمثلما قلت لكم تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لماذا لانها كانت صفرا كانت مسبوقه بالعدم ولكنها بتعبير القران بحسبه سبحانه وتعالى لانه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون ان تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقه المحمديه وهذا معنى الركن الثاني من اركان التوحيد وهو التوحيد في افق الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا اكفيانا فانكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران نذهب إلى فاصل يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحسن عباده نعمه يا من لا تبلغ الخلاق phone. بعد هذه المقدمات التوضيحات سأقرأ عليكم الحديث الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية الكتاب الذي بين يدي الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء صفحة 133 بحسب الطبعة التي بين يدي طبعات الكافي كثيرة فعودوا إلى العناوين في الفهرست كتاب التوحيد باب حدوث الاسماء الحديث الاول بسنده بسند الكليني رحمه الله عليه عن ابراهيم بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اتمنى ان تلتفتوا الى هذا الحديث المهم من استطاع ان يهيئ نص الحديث فعليه ان يتابع معي قطعا انا لا املك وقتا لشرح الحديث في حلقه اليوم ساشرح الحديث ان شاء الله تعالى في حلقه يوم غد لكن علي ان اقرا النص امامكم عن ابراهيم بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله تبارك وتعالى خلق اسما دققوا النظر الحديث عن اسم مخلوق خلق اسما الحديث ليس عن الله في الافق الاول الحديث ليس عن الركن الاول من اركان التوحيد في عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء الحديث عن اسم مخلوق خلقه الله ان الله تبارك وتعالى فهنا لفظه الله اطلقت على الذات الاولى القديمه ولكنكم ستلاحظون في هذا الحديث ان لفظه الله ستطلق على الحقيقه المحمديه ايضا وسياتينا من انها ستطلق على الامام المعصوم ولكن كل اطلاق بحسبه سياتي بيان كل شيء بالتدريج ان الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس هناك من حروف ليس هناك من اصوات. ليس هناك من دلالات وإشارات. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصبوغ منفي عنه الاقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله فجعله سبحانه وتعالى خلق اسما بهذه المواصفات ساعود الى شرح الحديث في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى الله خلق اسما بهذه المواصفات ان الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف هذه هي الحقيقه المحمديه العظمى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الاقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور انا اقرا عليكم من الكافي من اهم كتبنا وهذا حديثهم هذا حديث الصادق فجعله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم بهذه المواصفات فجعله كلمه تامه هذه هي الحقيقه المحمديه فجعله كلمه تامه على اربعه على اربعه اجزاء معا ليس منها واحد قبل الاخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون هذا الذي ليس له من إشارة فهذه الأسماء التي ظهرت أولها أي اسم فالظاهر هو الله تبارك وتعالى فهذا اطلاق ليس على الحقيقه المحمديه وانما اطلاق على ما تجلى منها اعيد قراءه الكلام حتى يتحقق عندكم فهم اجمالي بانتظار يوم غد فجعله جعل ذلك الاسم الذي خلقه بالاوصاف المتقدمه فجعله كلمه تامه على اربعه اجزاء معا ليس منها واحد قبل الاخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها هذه تجليات الحقيقة المحمدية فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحيي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسماً فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة. وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحُجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: قُلِ ادعوا اللهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوُ فله الاسماء الحسنى هذه الروايه وهذا الحديث الشريف يحدثنا عن الحقيقه المحمديه وما تجلى منها من الاسماء الحسنى هذه الروايه تخبرنا عن التوحيد في الافق الثاني انه الركن الثاني من اركان التوحيد في افق الحقيقه المحمديه التي كانت ولم يكن معها شيء بعد ان خلقت التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هذه الروايه هي التي طلبت منكم اذا كنتم قادرين ان تهيئوا نصها ان تتابعوا معي فهناك الكثير من المطالب غير الواضحه فيها ساعرضها بين ايديكم بالتفصيل في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى وصلنا الى تذكره البرنامج البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، اعرف امامك، وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك، ودينك إمامك العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إن كنت, ان كنت راغبا, راغباً في امامك قبل ان اودعكم لابد ان الفت انظاركم الا تستعجلوا في فهم هذا الحديث هذا الحديث بحاجه الى خبره عميقه في كلماتهم والى درايه وموسوعيه والمام بثقافتهم انتظروني غدا وانا ساضع لكم النقاط على الحروف بشكل واضح جدا جدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله